لسه معانا اخبار كتيره وحاجات كتيره النهارده هنتعرف عليها من خلال حلقتنا النهارده، لكن تعالوا نشوف الصحف العالميه قالت ايه في المحترف. نبدأ جولتنا كالعادة في أسبانيا وجريدة ماركا الأسبانية. الجريدة اهتمت بفوز الريال، طبعا ريال مدريد 4-1 على ريال مايوركا، وكتبت هدف نظيف. الجريدة تحدثت كمان عن لقاء القمة ما بين بايرن ميونخ وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا، وكتبت برشلونة يخيف البايرن بليمدويسكي. سبورت الأسبانية كمان ركزت على المهاجم ليفاندويسكي طبعا، وكتبت ليفاندويسكي يستهدف بايرن ميونخ. حضراتكم دي مباراة مرتبطة بكرة جدا، مباراة كبيرة على مستوى المتابعة. حضراتكم عارفين طبعا انتقال ليفا من البايرن لبرشلونة، هيكون في مواجهة ساخنة بكرة إن شاء الله في دوري الأبطال. الصحيفة كمان اهتمت بفوز الريال على مايوركا 4-1، وكتبت ريال مدريد يسكت مايوركا. موندو ديبورتيفو الأسبانية اللي ركزت كمان على لقاء البايرن وبرشلونة، وكتبت كابوس بايرن ميونخ، كابوس كبير جدا ومباراة مثيرة بكرة أمام برشلونة. الصحف اهتمت كتير جدا كمان بفوز الريال 4-1 على مايوركا، وكتبت ريال مدريد لا يفتقد بنزيما. لسه في أسبانيا مع إيس الأسبانية اللي سلطت الضوء على رومانيجا، وكتبت على لسانه برشلونة يصبح قوة مرة أخرى. طبعا رومينيجا طبعا من طبعا رئيس الشرفي للبايرن، وزي ما بقول لحضراتكم مباراة مرتقبة على طبعا العالم كله، مباراة كبيرة جدا في دوري الأبطال ما بين البايرن والبارسا. في فرنسا ليكيب الفرنسية ركزت على فوز موناكو على ليون 2-1، ورين على أوكزير 5-0 في الدوري الفرنسي. نروح لإيطاليا لكاسيدا ديلي سبورت الإيطالية ركزت على تعادل اليوفنتوس 2-2، والشجار اللي دار بسبب إلغاء تقنية الفار لهدف لليوفنتوس. اليوفنتوس بيمر بحالة صعبة جدا على مستوى الدوري الإيطالي، وكمان على مستوى دوري الأبطال. اليوفنتوس في يعني مستويات غير متوقعة لانطلاقة اليوفنتوس في الدوري الإيطالي. ملفات كثيرة جدا جدا هنتكلم على أكيد تاني، هنتكلم على مدربنا الجديد للنادي الأهلي كولر من خلال لقائنا مع سعيد علي. هنتكلم على المباراة المرتقبة ما بين برشلونة وريال مدريد، والجولة الثانية في دوري أبطال أوروبا. عندنا ملفات كثيرة، انتظرونا.